السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، نحييكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بترقية 378 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة. تحت رعاية سمو ولي العهد، سمو وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021. وزارة الصحة تعلن تحصين ما نسبته 45% من إجمالي سكان المملكة وتوصي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية. أهلا بكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 378 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة. وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكدا أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني يوم الثلاثاء المقبل قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 للميلاد التي ينظمها مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية كي مارك بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني افتراضيا، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية خلال الفترة من 7 إلى 9 من صفر من عام 1443 الموافق من 14 إلى 16 من سبتمبر 2021 للميلاد، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين من رواد وقادة الشركات التقنية الحيوية على المستوى الدولي. وبهذه المناسبة رفع الأمير عبد الله بن بندر أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على الموافقة السامية والكريمة بأن تحظى هذه القمة برعاية سمو ولي العهد رعاه الله، وأضاف إن هذه الموافقة السامية الكريمة تأتي في إطار دعم قيادتنا الرشيدة لاستضافة المملكة للملتقيات والفعاليات المختلفة والتي تعكس ما وصلت إليه بلادنا الغالية من تقدم وريادة وحسن تنظيم تجلى بوضوح في كل ما شهدته المملكة من فعاليات وأنشطة وملتقيات وما واكبها من نجاحات كبيرة ومتميزة في الفترة الماضية. شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الافتراضي حول أفغانستان عبر الاتصال المرئي، وأعرب سمو وزير الخارجية عن أحر التعازي لشعب أفغانستان وأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الأحداث المؤسفة في مطار كابول، مجددا وقوف المملكة إلى جانب شعب أفغانستان خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخهم، مؤكدا دعم المملكة للشعب الأفغاني والخيارات التي يتخذها فيما يتعلق بمستقبل بلادهم بعيدا عن التدخل الخارجي والتغلب على التحديات الحالية. وأوضح سموه أن المملكة تأمل أن تعمل حركة طالبان وجميع الأطراف الأفغانية على حفظ السلام والأمن، وأن يكون تشكيل حكومة تصريف الأعمال خطوة في الاتجاه أن يكون خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأمن والاستقرار. استعرض معالي وزير الدولة لشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير خلال لقائه مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. صدر عن سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية بيان فيما يلي نصه: ترحب سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة بالكشف عن الوثائق السرية المتعلقة بالهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة في 11 من سبتمبر من عام 2001 للميلاد.
ودعت قيادة المملكة إلى الكشف عن جميع المواد المتعلقة بالهجمات بشكل مستمر خلال 20 عاما الماضية، وقد طالبت المملكة دوما بالشفافية فيما يتعلق بمأساة 11 من سبتمبر. وكما كشفت التحقيقات السابقة بما في ذلك لجنة 11 من سبتمبر، ونشر ما يسمى ب 28 صفحة لم يظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أي من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية، أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها. وأي ادعاء بأن المملكة متواطئة في هجمات 11 من سبتمبر هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة. وتدرك المملكة جيدا واقع التهديدات التي يمثلها تنظيم القاعدة من خلال إيديولوجيته وأفعاله الإرهابية. وقد كانت المملكة إضافة إلى الولايات المتحدة الهدف الرئيس لتنظيم القاعدة حتى قبل هجمات 11 من سبتمبر، ولم تدخر المملكة أي جهد في مواجهة الإرهاب والتطرف. وتفخر المملكة بسجلها في مكافحة الإرهاب بما في ذلك جهودها لإحباط تمويل الإرهاب واستراتيجيتها الشاملة لمكافحة الفكر المتطرف. وأضاف البيان بأن المملكة شريك الرئيس للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، وأن العمل المنسق بين المملكة والولايات المتحدة لمواجهة المخططات الإرهابية والتصدي لها على مدار 20 عاما الماضية قد أنقذ أرواح الآلاف من السعوديين والأمريكيين. وعبرت المملكة عن أسفها في استمرار مثل هذه الادعاءات الكاذبة. وفي المقابل لا يمكن للمملكة العربية السعودية إلا أن تكرر دعمها المستمر لرفع السرية الكامل عن أي وثائق ومواد تتعلق بتحقيق الولايات المتحدة في الهجمات الإرهابية، على أمل أن يؤدي الكشف الكامل عن هذه الوثائق إلى إنهاء المزاعم التي لا أساس لها من الصحة بشأن المملكة وبشكل نهائي. كشفت أرقام وزارة الصحة عن تحصين أكثر من 16 مليون شخص بجرعتي لقاح كورونا في المملكة، لتزيد نسبة المحصنين بجرعتين عن 45% من مجموع السكان، وبهذا يتجاوز مجموع أعداد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة 38,700,000 جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 22,500,000 شخص، لتتجاوز نسبة التحصين 63% من السكان بجرعة واحدة، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة. وفي آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 545,624 إصابة، من بينها 2,387 حالة نشطة، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 589 حالة حرجة، كما تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 534,639 حالة تعاف، فيما سجلت 7 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 8,598 حالة وفاة رحمهم الله. أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام إلى 70,000 معتمر يوميا من داخل المملكة وخارجها، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويسرت رئاسة شؤون الحرمين عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، مطبقة التباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات. وأوضحت الوزارة أنه يمكن الحجز لأداء العمرة عبر تطبيق توكلنا لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة.
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن والاستعداد التام لاستقبال 70,000 معتمر في اليوم من داخل المملكة وخارجها، مع تقديم منظومة متكاملة من الخدمات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأوضحت الرئاسة بأنه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات قبل توافد المعتمرين، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة. أسهمت وزارة التعليم في خفض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7% خلال هذا العام، مكثفة جهودها لخدمة الأميين وكبار السن وتوفير خدمات التعليم المستمر لهم عبر أكثر من 1300 برنامج تدريبي لمحو الأمية عن بعد، استفاد منها أكثر من 90,000 مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء. تولي وزارة التعليم اهتماماً بالغاً بتعليم الكبار ومحو الأمية بجميع أشكالها القرائية والكتابية والثقافية والحضرية، محققة قفزات في هذا المجال، حيث نجحت في خفض نسبتها بشكل ملحوظ منذ انطلقت مسيرة تعليم الكبار عام 1374 للهجرة، وتوالت بعدها الجهود من خلال إقرار مشروع نظام محو الأمية عام 1392 للهجرة، إلى أن استحدثت الإدارة العامة لتعليم الكبار عام 1437 للهجرة. وانتقل الاهتمام في هذه المرحلة إلى مفهوم أوسع تمثل في التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة لمساعدة جميع الفئات المستهدفة لمحو أمية القرن 21 والثورة الصناعية 4، تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وتشارك المملكة العالم باليوم العالمي لمحو الأمية بشكل سنوي في 8 سبتمبر بهدف التذكير بمدى أهميته على مستوى الأفراد والمجتمعات، مع ضرورة تكثيف الجهود لزيادة قدرة الأشخاص على القراءة والكتابة وتعزيز إمكانيات المجتمع ورفعته من خلال صقله بالعلوم والمعرفة وتطوير مفاهيمه وأدواته كي تتناسب مع الحراك التنموي، من خلال الاستفادة من التقنية التي منحت العالم فرصة أكبر نحو الاستزادة المعرفية. سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 36 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في مقر سفارة المملكة بجمهورية تنزانيا المتحدة. وقع مذكرة تسلم الشحنة القائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية تنزانيا المتحدة عبد العزيز العاصم والأمين العام لبرنامج الغذاء العالمي في تنزانيا سارة جيبسون. وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج التي تقدمها المملكة عن طريق المركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم. كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2100 كرتون من التمور بمديرية خنفر في محافظة أبين وعدة مناطق تابعة لمديرية حيران بمحافظة حجة. يأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق. انتهت نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمره بترقية 378 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة. تحت رعاية سمو ولي العهد، سمو وزير الحرس الوطني يفتتح قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021 للميلاد. وزارة الصحة تعلن تحصين ما نسبته 45% من إجمالي سكان المملكة وتوصي بالتقيد بالإجراءات الاحترازية. شكرا لكم، تصبحون على خير.